بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المستجدات الإقليمية والأزمة في قطاع غزة. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تطرق رئيس دولة الإمارات مع غوتيريش إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على ضرورة التحرك الدولي لأجل وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية. وبحث رئيس دولة الإمارات هاتفياً مع نظيره الروسي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية. وأعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات لنجاح جهود وساطة بلاده بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي أبوظبي التقى وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد نائب رئيس جمهورية إندونيسيا معروف أمين، وذلك على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أقيمت في صرح زايد المؤسس في أبوظبي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأفاق تعزيزها في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتناول الجانبان التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا في عدة مجالات. وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الإندونيسية فتحت آفاقاً واعدة للمزيد من التطور لدعم أهداف البلدين التنموية. وفي الإطار الفلسطيني، بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مع اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وقطاع غزة. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الاستجابة العالمية للأوضاع الإنسانية المتفاقمة وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للمدنيين في قطاع غزة بشكل آمن ومستدام. وأكد وزير الخارجية الإماراتي على دعم بلاده للمساعي الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وأهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة بما يسهم في توفير الحماية للمدنيين كافة وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته. وفي ذات الإطار، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن جولة شرق أوسطية للوزير الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والتهدئة في قطاع غزة. وشهد اجتماع ولي العهد السعودي وزير الخارجية الأمريكي استعراض أوجه العلاقات الثنائية وأفاق التعاون المشترك بين البلدين. وقال بلينكين على منصة إكس بأنه ناقش مع ولي العهد السعودي جهود زيادة المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة ضمان إدخالها إلى القطاع، كما شدد على أن بلاده ستواصل الانخراط في الجهود الدبلوماسية لمنع توسع النزاع في المنطقة. وفي الضفة الغربية، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وزير الخارجية الفرنسي ستيفانا لبحث مستجدات الأزمة في قطاع غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أطلع الرئيس الفلسطيني الوزير الفرنسي على آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين، مشدداً للجانب الفرنسي على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لتتمكن مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها الإنساني في القطاع. كما جدد الرئيس الفلسطيني مطالبه بوقف إطلاق النار، كما أكد رفض السلطة الفلسطينية القاطع لتهجير المدنيين إلى خارج أراضيهم. وفي الشأن الإنساني، أرسلت دولة الإمارات عدداً من السيارات الإسعاف المجهزة بكافة المعدات إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم الثالثة الإنسانية لدعم متطلبات القطاع الصحية. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية،
تأتي المبادرة تلبية لتزايد حالات الطلب على نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى الميداني الإماراتي الذي يقدم خدمات الإسعاف وعلاج الجرحى والمرضى من المدنيين الفلسطينيين. كما يضم المستشفى الميداني كادرا طبيا مختصا في كافة المجالات إلى جانب احتوائه على العديد من العيادات والأقسام التخصصية والدوائية والمخبرية. وبلغ عدد الحالات التي تم علاجها في المستشفى الميداني أكثر من 3500 حالة مرضية بدعم من الأذرع الإنسانية الإماراتية.